صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إنني رجل تبت إلى الله من كل الذنوب، والآن لي سنة في طريق التوبة، إلا أنني لم أذق طعم الإيمان وأحس بقلق وخوف أحيانا، فهل هذا دليل على أن الله جل وعلا لم يقبل توبتي؟ أبد تب إلى الله ولا يوسوس لك الشيطان يقول لك أنت ما ذقت طعم الإيمان في توبك غير صحيحة، اترك هالوسواس هذا، تب إلى الله واستمر. نعم.